يسعد لك كل اوقاتكم يا رب، ان شاء الله دايما تكونوا بخير. اليوم اكلتي هي قلاية بندورة، كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد معي وقت، وهي طيبة يعني اللي بجوع اخر الليل، كتير ظريفة. انا هون عندي هون 5 بندوريات حطيت، وقرن فليفلة حد، فيكن تحطوا حلو فليفلة حلوة ما في مشكلة. وهون عندي كمان توم صحيح. هلأ هون انا قشرت البندورة وحقطعها هيك دوائر مثل ما انتو شايفين، فيكن تحطوا قد ما بدكم بندورة، هي بس يعني اللي بجوع اخر الليل، هاي كتير ظريفة يعني ما بتاخد وقت. بعد ما هلأ هيك انا قطعتهم البندوريات وقشرتهم، هلا هحط الفليفله الحاده. مثل ما قلت لكم فيكم تحطوا فليفله حلوه ما في مشكله. هلا هيك انا الثوم حقطعه هيك شرحات مثل ما انتم شايفين، فيكم تحطوا كمان صحيح ما في مشكله. وهي الاكله فيكم كمان تقلوا جنبها بطاطا، وفيكم تقلوا باذنجان، يعني قدام مقالي كمان كتير طيبه. هي اسمها قلاية بندورة. هلا حطيت انا هون زيت، وحطيت معلقه ملح، هحط نص معلقة فلفل أسود، هحط كمان نص معلقة كزبرة ناشفة، ونص فنجان مي. هلأ هون رح أحطهم على الغاز لحتى يستووا، وبعدين شوفوا. هلأ هيك ما شاء الله بعد ما استوت عندي الأكلة، كتير سهلة ما بتاخد معي وقت. وحطيت على وشها شوية كزبرة، هاي اختياري يعني، وقليت قدامها بطاطا. ان شاء الله تعجبكم يا رب حبايب قلبي، وبتمنى منكم تجربوها، ولا تنسوني من اللايك والمتابعة وتفعلوا زر الجرس. شكرا كتير لكم حبايب قلبي.